الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن غير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال كتاب البيوع، قال واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض انتقض البيع، انتقض البيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. المشكلة ثانية. وصار كأن لم يعقده. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم، وإن كان الخيار للبائع انتقص البيع ولزم المشتري قيمة المبيع للثمن المسمى في العقد. وقال مالك رحمه الله إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها، وإن كانت حمالا يغاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. فهمت حاجة شو بسيب؟ فهمت حاجة؟ ربنا يسرها بس تتلخص. قال الشافعي عليه رحمة الله إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكان من مال بائعها، وإن كانت بعد القبض لما انفسخ البيع ولم يبطل الخيار. وعن أحمد رحمه الله روايتان، إحداهما لا يبطل الخيار والثانية يبطل، والأولى اختارها القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله، والثانية اختارها الخرقي عليه رحمة الله. وفائدة الخلاف بين الروايتين يبين بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ بعد التلف فبماذا يرجع البيع على المشتري إذا كان تلف المبيع في يده؟ على روايتين، إحداهما يرجع بالقيمة والثانية يرجع بالثمن المسمى، فإذا رجع بالقيمة فالخيار بحاله لأنه قد ملك الفسخ وتعذر الرجوع في العين فرجع إلى القيمة، فإذا رجع البائع على المشتري بالثمن فالخيار قد بطل لأنه على غير مالك للفسخ فرجع بالمسمى لبقاء العقد. الآن تبايع أي شيء، شوفوا أي شيء عندكم، هذا أيضا مثل علي بدر، طلع خفيف علي بدر واخذ أهم كتاب. ماشي، الآن تبايع بينكما، الآن أنتما هو تبايع، وهما الآن وين؟ في مجلس العقد. مجلس العقد على الخلاف، وقلنا على التحقيق المجلس فيه إيش؟ خيار. الخيار اسمه خيار المجلس. طيب، لكن حصل بيع وحصل إجابة القبول وحصل الانتقال. هنا بقى، هنا في هذا الباب، متى يكون الملك؟ ده التأصيل مثلا، متى يكون الملك؟ هل هنا الملك بالتقابض أو الملك بنفس العقد أو بالسوم؟ متى يكون الملك؟ طيب، ولما ملك بينهما خيار، ماشي، خيار الإيش؟ المجلس احنا عرفنا خيار المجلس متى ينتهي. طب تفرق بالأبدان، لكن هل يحدث الملك مع وجود الخيار ولا لا؟ هذه مسألة، نعم أم لا، هذه مسألة. والمسألة الثانية، احنا نقول لو أخذه قبضه، طيب، وكان في خيار وجد فيها العيب، والعيب هذا في خيار آخر غير خيار المجلس اللي هو خيار إيش؟ العيب اللي هو خيار الفسخ، المفسخ بالعيب، صح كده؟ وبالعيب تلفت في يدي المشتري، او تلفت قبل، المهم في خياران، فتلفت السلعه قبل انقضاء الخيار، هي دي صوره المساله، تلفت السلعه قبل انقضاء الخيار. في الحالتين تكلم، احنا عايزين نتكلم عن كل خيار، لان كل مذهب تكلم على ايش، اتكلم في، لا، كل مذهب تكلم على مساله العقد، متى يملك، يعني متى يملك الملك، يكون متى، ودي هي أصل المسألة. أنت عايز دلوقتي الآن تبين وتضمن وتعرف، حتى في التضمين هتضمن القيمة ولا الثمن، دي المسألة الثالثة. أنا حتى لو قلت بالتضمين، من يضمن؟ هذه مسألة مطروحة،
وبعد من يضمن اصلا لو قلنا بالتضمين، التضمين بالثمن ولا بالقيمه؟ وش الفرق؟ طبعا الفرق بينهما نفسها مساله عويصه، هي نفسها. ما هي؟ هل نقول بالثمن، الثمن اللي هو المدفوع، ولا بالقيمه؟ اهي دي مساله عويصه. ليه بقى؟ متفرعه على هل ده انفساخ؟ هي متفرعه على الملك، على الملك. لو ملك، نعم، لو ملك يبقى لو قلنا لو ملك هيكون ايه؟ هيكون المسألة الضمان، والضمان بيكون على ايه؟ على القيمة. اما الانفساخ وما ما 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 في امتلاك هيكون على ايه؟ الثمن، ثمن دفع. فهمتوا بقى اصل المسألة؟ الخلاف كله في هذا الباب. حمك الله. الذي يدين الله به، عايزين تخشوا بقى في الخلاف الوعكة، ممكن ندخل في الخلاف الوعكة، عايزين تاخدوا الخلاصة فيها بأسرها. أسد الكلام، إيه رأيك يا مجد؟ أنا شفت سمتك عالية جدا. حقيقة الأمر أسعد الناس بالدليل هم الحنابلة، والحنابلة يرون بأن الملك يكون بنفس العقد، وأنا أدين الله بذلك. شفاء عندهم ثلاث أوجه وثلاث أقوال، كلها أيضا فيها شيء من النظر. وكلام الحنابلة المالكية والحنفية الأصل فيها النظر. والشافعي في غير ما موضع من مختصر المزني يقول، وحتى في الرسالة المدرسة أمس يقول، المسألة دائرة أولا على إيش؟ لما يكون محل الأثر يقدم على محل الإيش؟ النظر. ودي محل النظر، كل هذه الأقوال الثلاثة في الأئمة الثلاثة على محل النظر. الأثر أصلا قال به هو الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ها ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما الآخر اختر. فقال هنا البيعان بالخيار عندما يكون العقد، هل يملك بنفس العقد ويحكم عليه بيعا، ولا يملك بعد القبض؟ الصحيح أن بنفس العقد يكون إيه؟ يكون التمليك، يكون تمليك. احنا اصلا بنتكلم على نوع التفرق، هذا اسمه ايش؟ اسمه التمام، على اساس ما يكونش فيه رجوع. الخيار اخره ايه؟ لا اخره يعني ثمرته الرجوع صح كده، ده اخره. يبقى اذا طب الرجل لا قال اخترت، ها ارتضى ده معنى ايه؟ فمس. طب لو قال اخترت يمشي بالسلعة على ما يمشيش؟ طب يمشي بالسلعة على انه ايه؟ يبقى لو لم يكن ملكا اولا كيف يكون ملكا اخرا؟ يبقى دي معناها انه ايه؟ ملك، لكن يحتاج الى اتمام الملك بالايه؟ بالتفرق. ولذلك ابن عمر كان اذا باع ماذا فعل؟ مشى. مفهوم؟ فاسد الاقوال في هذا الباب هي التي اخذت باصل ايه؟ النص، فيكون هذا الملك. فإن قلنا ملك ووجد العيب يرجع هنا على مسألة الإيه؟ خيار العيب. طب لو تلفت هنا، تلفت السلعة، لو قلنا ملك وتلفت السلعة، طيب وهي في يد البائع، لا ضمان، هي من ضمان البائع وانتهى الموضوع. ليه؟ لأنه ما هو لسه ما سلمش بمعنى ذلك إيه؟ تمام، الملك غير موجود. طب الملك ويده عليه، ويده على السلع، إذن هو الذي يضمن. لا، هي في يد المشتري. لا، في يد المشتري روايتان، والصحيح فيها أنه عليه إيه؟ ها، من الضمن لها؟ المشتري أم؟ دي المسألة الأولى. هو الآن ها، من هي؟ خلاص تلفت في يد المشتري. طيب بتفريط منه، لو بتفريط منه يبقى ما ليس له الا بعد اتفاق العيب، ليس له الا ارش العيب. تلفت بتفريط منه يبقى ليس له الا ارش العيب. طب تلفت بغير تفريط منه، اراد اثبت العيب، اراد الترجيع، فتلفت بغير تفريط منه، هل يضمن المشتري او يضمن البائع ام ماذا؟ ولو ضمن المشتري فماذا عليه ان يرد؟ لو ضمن المشتري ماذا عليه أن يرد؟ يرد الثمن أم يرد القيمة؟ إن كان العقد قد انعقد وانتهى فالرد هنا رد إيش؟ رد القيمة، إلا أن يجد لها مثلا، لأن أصل في الرد يكون رد المثل، ها، وإلا فالإيه؟ وإلا فالقيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصله إيه؟ قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها و تسعى من طبر ده إيه؟ بدله قيمة، مش مثل، مش لفظ، مفهوم؟
وعندهم مسألة أخرى في هذا الباب، هل الخيار الآن انقطع ولا ما انقطع في هذا في هذا الباب على التلف؟ هنا يقول اقرأها بها، هنا هل انقطع الخيار أم ما انقطع الخيار؟ شوف إيش قال هو عن أحمد الرهتان، لا يبطل بالخيار الخيار، والثانية يبطل الخيار متى هذا؟ ده إذا تلفت، إذا تلفت تلفت بعد القبض الخيار لا انقطع. ماشي تفضل اقرأ كلام الحماية في الأخير. شيخنا أنا كان لو حضرتك تفصل مسألة أوسع من كده شوية. خلاص أوسع، بناخد كل الأقوال. ماشي. طيب خد بقى قول الحنفية، إيش قالوا الحنفية؟ يرون إيش؟ يرون أنه ما في قبض. شوف الحنفية يرون أنه إلا ما يكون القبض وتلف المبيع فلا بيع، انتقد البيع تماما إلا ما يكون هناك إيش. قال أبو حنيفة إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض ما في بيع، انتقد البيع، انتهى الموضوع سواء كان خيار لهما أو لأحدهم، وصار كأن لم يعقد، ويبقى إذن البائع ضامن لكل شيء. مفهوم؟ دي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أما إن كان تلف في يد المشتري، يعني حصل القبض، لأنه الحقيقة أنه يرى أبو حنيفة يرى أن التمام يكون بالقبض. شوف وكان خيار له فقد تم البيع، لأنه هو عنده أصلا خيار المجلس غير 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 وارد، غير موجود. قال كان الخيار له فقد تم البيع ولازم، وإن كان الخيار للبائع انتقد البيع ولازم المشتري قيمة المبيع للثمن. يعني هو جعل البيع تما بعد إيش؟ بعد القبض. وإذا كان تم البيع بعد القبض، قال انظر إن كان الخيار للمشتري فقد تم البيع ولازم. ليه؟ لأنه بقبضي قد تم انتهى. طيب هنا يقول وإن كان خير للبيع ليس للمشتري، قال له اختر. فهنا يقول انتقد البيع. ليه ما انتقد البيع؟ قال لأنه عنده الخيار يخالف مقتضى العقد. عند أبي حنيفة الخيار يخالف إيش؟ مقتضى العقد. لو بيقول أصلا العقد، ما معنى العقد هنا أصالة واقف مع قول الله تعالى أوفوا بالعقود، باع واشترى انتهى الموضوع، إجابه قبول إذا العقد تم، فالخيار ناقض إيش؟ للبيع. فهو بيقول هنا إذا كان الخيار للبيع انتقد البيع، ما يتم البيع طالما فيه خيار. طب ما هو تلفت في يد المشتري، قلنا المشتري هنا كان تم بيع البيع عند المشتري لأنه قبض، لذلك عليه قيمة ما تلف وليس الثمن، عليه قيمة ما تلف. أما المالكية بيقولون المسألة كلها صورتها أن تلفت السلعة، قبض أو لم يقبض، على نفس التفصيل، تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمنها من بائعها دون مشتريها. طبعا هذه اشترط فيها شرط، إذا كانت في إيش؟ في يد البائع، كانت في يد البائع أو في يد أحد غير المشتري برا، فيجعل الضمان هنا ضمان البائع. لما؟ للعلة التي عند أبي حنيفة، وما هي؟ ما في خيار، لا يقول بالخيار، الخيار عنده بالكلمة، تفرغ بالكلام لا بالأبدان في هذا الباب. لذلك هو بيقول إذا تلفت في مدة الخيار فضمانها من بائعها. إذا قلنا بخيار الشرط في هذا الباب أو قال له بخيار العيب، لأنه مش ما تكلم عن العيب هنا. فقال وإن قبضها المبتاع اللي هو المشتري ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه إلا أن تقوم بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. يعني هو بيقول الآن لو كانت في يد المشتري وتلفت، قال مما يغاب عنه، يعني ها هو يعني ما لها سبب ظاهر، سبب خفي، عم هو بيتكلم عن الظاهره الخفيه، ممكن السلعه نفسها غير ملازمه لا لا مما يغاب عنه فضمانها منه الا ان تقوم بينة على تلفيها فيسقط، لانه ممكن يعني فيسقط عنه ضمانها. وان كانت حمالا يغاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها. شوفونا قال يعني يمكن اخفاؤه كالحلي والثياب، وقال كالحلي والثياب فيضمن المشتري للبيع أكثر من ثمنه الذي بيع به أو القيمة، لأن من حق البائع أمضاء البيع
إن كان الثمن أكثر ورد البيع إن كانت القيمة أكثر إلا ثبت الهلاك ببينة فلا يضمن المشتري. يبينة مما يعني يمكن خفاؤه ليس كالشياه والإبل اللي هي الأموال التي تخفى. فلذلك هو بيقول إذا كانت يعني خفية لا يطالب ببيان السبب، لكن كانت ظاهرة سيطالب إيش بالسأليمة، لأنه لا يخفى سبب هلكها عند الناس. ينتشر، حصل هدم، حصل آفة سماوية، كل الناس هتتكلم على ما حدث في هذا الباب. ولذلك قال وإن كان البيع مما لا يغاب عليه أي لا يمكن إخفاؤه كالدور والعقارات فالبائع يضمنه حيث لم يظهر كذب المشتري. فواجع لها أيضا من ضمان البائع على أن الخيار ينتقد به الإيه؟ البيع. الخيار ينتقد به البيع. أما الشافعية فيها قال الشافعي إن تلفت قبض القبض انفسخ البيع. لما؟ لأن المحل غير موجود. إذا تلفت قبل القبض انفسخ البيع. لما؟ المحل غير موجود فانفسخ البيع. وكانت من مال بائعة، وإن كان بعد القبض لم ينفسخ البيع. بعد القبض هنا فنقول هنا الملك يكون في إيه؟ بعد القبض، فامتلكها الآن. بعد القبض لم يبطل الخيار، ما زال الخيار موجود. وإذا كان ما زال الخيار موجود هنا، شوف الشافعية قالوا إنه يقول ملك البيع في زمن الخيار لمن فيه ثلاث أقوال. أحدهما للمشتري الملك لأنه قابض، فالملك يكون له وفي الثمن للبائع. والثاني للبائع، الملك للبائع والملك في الثمن للمشتري. لما؟ لأن لعدم تمام الملك، لعدم تمام الملك. والثالث موقوف بينتظر بقى إن تم البيع بالتفرق. لو كنا بخيار أو انتهت مدة الخيار فتم البيع، عرف بقى الآن من يملك الثمن؟ البائع. من يملك السلعة؟ المشتري. فهو موقوف إلى ذلك، وإن كان الحقيقة الأول هو الصحيح. فإن تم البيع فإن بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا فإن ملك البائع أو ملك البائع لم يزل وكاد يتوقف في الثمن. فإذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار نظر، فإن كان قبل القبض انفسخ العقد وانتهى الموضوع رحنا، وإن كان بعده وقلنا الملك للبائع انفسخ أيضا لأن المحل غير موجود. انتوا اللي جبتوا لنفسيكم والله. فيسترد الثمن ويغرم البائع القيمة في القيمة الخلاف المذكور في كافية غرامة المستعير والمستام. وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان، يعني وجهان في المذهب أو قولان، أحدهما ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل الاستقرار العقد لأنه المحل غير موجود فينفسخ العقد. وأصحهما لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، فلما قبض كان في ضمانه. يعني نقول أيضا حتى لو كان في ضمانه فالخيار يمنع تمام الملك، ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العين. فإن قلنا بالانفساخ فعلى المشتري القيمة، وإن قلنا بعدم الانفساخ فهل ينقطع الخيار؟ فيه وجهان، أحدهما نعم ينقطع كما قطع خيار الرد بالعيب يتلف المبيع، وأصحهما لا ينقطع الخيار كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع. فيكون كما قلت لك المسألة في أصلها الحق أن الأثر قد ضيع عنك كل الأنظار هذه في هذا الباب، وكلهم أيضا يرجع ويخرج على ما يؤصل تأصيل عام في مسألة الخيار، هو مسألة اعتبار الخيار وعدم اعتبار الخيار. فالصحيح في ذلك أن نقول بأن الملك يكون إيش بنفس العقد، الملك يكون نفس العقد. فإن لم يتبادلا وتلفت السلعة انقطع البيع والخيار. ليش؟ المحل غير موجود، المحل غير موجود. لا قبض، المسألة مرتبة على تمام الايه تمام ملك. لو قلنا بهذا تمام ملك بالقبض وكانت وتلفت عند المبيع، قلنا التلف هنا تلف ليس بيده والعيب ثبت، لو قلنا الخيار عيب يبقى إذن ليس له من البائع إلا إيه؟ الأرش فقط. طب لو قلنا لا ليس كذلك وكان له الرد وحصل التلف،
هل ينقطع الخيار ولا ما ينقطع الخيار؟ هذا هو على التفصيل الذي فصلوه في هذا الباب. قال ينقطع ورواية لا لا ينقطع. طب لو كان لا ينقطع قلنا يبقى المشتري سيضمن القيمة لتمام العقد، لتمام العقد، والثمن سيكون لمن؟ للمشتري. أنتم مش فاهمين الجزئية الثانية. البائع دلوقتي عليه شيء والمشتري عليه شيء، ده ما خيار وتلفت. دلوقتي احنا عندنا أمران، عندنا اثنان، ده معه ايه؟ هذا معه ايش؟ سلعة. ما ده ايه ده؟ ده معه ايش؟ ده مع الثمن، وهذا معه السلعة تلفت. قلنا انعقد، طيب لو بطل الخيار انتهى الموضوع، ننظر فيه الحقوق. ما بطل الخيار، نقول ما بطل الخيار، لكن حيكون الضامن هنا تلفت في يدي. طيب وقلنا هو الضامن، سيضمن ايه؟ سيضمن القيمة. ممتاز، سيضمن القيمة. وهذا سيضمن ايه؟ ثمن. اسكت. قلنا زمن الخيار والاثنين عايزين يرجعوا. ده عشان تفهم المسألة، الأستاذ الكريم يريد يرجع السلع. فين السلعة يا شطار؟ معه ايه؟ فين السلعة؟ طب لما يردها، ما هو البائع يقول له انت عايز ايه؟ خلاص يعني انت اخترت مفيش بيع، فهمت؟ طب اختار مفيش بيع، فانا ماذا سيقول له؟ السلعة. ممتاز. وهنا ساحر، هجيب له السلعة، السلعة بالسحر، مفيش سعر. هيعمل ايه بقى؟ هينزل قيمتها. هذا بشرط. ايه الشرط يا نحيف؟ لم يجد مثلا. فهيبقى عليه القيمة. طب ممتاز، الراجل ده قال خلاص يا جماعة انا ضمنت لكم القيمة وده بجاب الخيار ورجعنا اهو. طب ما انت لازم ترجعه، ولا ده هياخد الاثنين؟ يرجع الثمن. ها ده المسلم. هنا البائع هيرجع الخبر. الخبر ايه؟ كده ارتحت كده الحمد لله، كده ظهر روحوا بقى. الاخ طلب يطول الامر وطال الامر ومش فاهم حاجه في التطبيق، او جلس حط القلم في فمه كانه سجوب. تفكير ده تفكير. طيب اذا نكتفي بهذه المساله ولا في مساله؟ بس ايام والله. طب ايه الفرق بين الثمن والقيمه؟ فوارق طبعا. هو الان الثمن ده ثمن بيع. طيب يعني بقى هياخد اقل من اللي اخده. ممكن تكون، بس في الحال سيبك من زماننا، بتنزل مش بتطلع، فاهمني؟ لكن المهم ان هو هياخد ايه؟ العدل ياخد ايه؟ القيمه. العدل ياخد القيمه، فهمت؟ هذا هو. نقف عندها. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.